الطموح، ابتعد الطموح. صالح بن محمد بن عاطف الرشيد يدفع بطموح مع المركز الأول، طموح التي عرفناها دائما بطلة قوية متألقة متوهجة مع أحد الأسماء الكبيرة. صالح بن محمد اليامي مضمر لا يشق له غبار، وطموح اليوم لا يشق لها غبار. الانتصار الانتصار مع طموح، الفوز مع طموح، النص مليون ريال. تهانينا لك يا صالح يا صالح يا صالح يا صالح. طموح تهدي للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا الانتصار الكبير، هذا التحدي في ميدان التحدي تكسبه طموح بسقفها العالي من الطموحات. سلام المملكة، سلام سلام يا صالح بن محمد اليامي على فوز طموح بالشوط الرئيسي. المركز الثاني العين لصالح بن سعيد بن علي بن سعيد المنصوري. المركز الثالث جاء مشاهدينا الكرام، في المركز الثالث العين لحمد بن هلال بن سعيد العفاري. المركز الرابع سعيد آل بحيح مع المركز الأول، بن هيان العامري مع المركز الثاني، الباز ويماش شحانية شحانية أو إلى الساد أو إلى الساد. قطرية إماراتية مسائية هذه المعركة في هذا الشوط الرئيسي. يا سلام يماش يماش، الباز يصمد الباز يصمد، يماش يتسلل، يماش ينطلق، يماش يماش. عاد الباز مرة أخرى، عاد الباز عاد الباز، الباز يماش. يا سلام يا هشوط يا هشوط، الباز الباز يماش 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 يماش. عاد الباز، تجددت الآمال، ولكن ولكن يماش يماش اللحظات الأخيرة. يا سلام يا سلام اللحظات الحاسمة، الباز الباز يماش يماش، الباز يا هشوط. يا سلام الباز شحاني شحاني، تهانينا تهانينا. والناموس لمالك الباز تركي بن سعيد بن تركي آل بحيح على اختطاف ناموس الشوط الرئيسي. المركز الثاني يماش لحمد بن سالم بن هيان العامري. المركز الثالث منصب لجار الله بن عبد الهادي بن حسين البريدي. المركز الرابع سلامتك، وبن سلامة بن سلامة هذا اللي ما منه سلامة، هذا اللي ما منه سلامة. الهاجر الهاجري روح للهواجر، روح للهواجر، خلاص سلام. يا محيدر يا محيدر، الجنوبي والشمالي، محيدر محيدر ما يعذرونك لو ما رحت بهالسلام. سلام يا اهل الشحانية، سلام يا اهل التحدي، سلام يا اهل الأصالة. تهانينا ايضا لداعم هذا الشعار محمد بن راشد بن سلام الهاجري، يستاهل الفوز والناموس. تهانينا لهم على هذا الانتصار. المركز الثاني المركز الثاني الحذره ملك سليمان بن رويشد الجهني. تهانينا لك يا ابو نادر. المركز الثالث مسندم ملك محمد بن سالم محمد الوهيبي مسندم. هناك جايين مع المركز الرابع، نعود نعود مع الأخوياء، نعود مع المعركة. المعركة طاحنة ما بين المشاركين. صوغان عز الله روح بالشوط، عز الله بن نحيان قفل على الشوط. عمار يا العامري عمار على هذا الإنجاز المتميز من البداية لين النهاية، وقفل على شوطه قفل على شوطه. سلام إماراتي سلام إماراتي سلام مع صوغان لعبد الله بن حمد بن نحيان العامري. انهاها ابن نحيان
نهيان، انهى الشوط ابن نهيان مع انجازي صغان. سلام دولة الامارات على انجازي صغان مع المركز الاول، تهانينا والف مبروك مشاهدينا الاعزاء. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، وكان من نصيب جميل لعبد الله بن زايد بن منصور الخياري. المركز الثالث، المركز الثالث ايضا كان من نصيب السياف لسالم بن عبد الهادي بن صالح المري. المركز سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني يكرم الداعمين لمهرجان السلامة بهذه الهدية التذكارية للسيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين نيابة عن والده الكريم سعادة محمد بن زايد الخيارين. هدية تذكارية من رئيس اللجنة لداعم آخر وهو جاسم بن ربيع الكواري الذي شارك أيضا في دعمه لمهرجان السلامة وحرصه على أن يكون مقدما لشيء لو كان قليلا، ولكنه سيترك الأثر البالغ في نفوس العشاق لدعمه لمهرجان السلامة. هدية تذكارية أيضا يقدمها رئيس اللجنة لسباقات الهجن للسيد فهد بن مبارك بن حباب الهاجري الذي قدم أيضا سيارة دعما منه لهذا المهرجان، ومهما قدمنا لهذا المهرجان في حق هذا الرجل سيكون قليلا ما قدمنا. أيضا تكريم لداعم آخر هنا تكريم مشاهدينا الكرام لمن ينوب عن أحد المكرمين هنا. السيد صالح بن حمد القمرة يستلم هذا الدرع التكريمي من رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، فشكرا للقمرة على دعمه الكبير ولمجموعة القمرة القابضة على ما تقدمه من مسؤولية تجاه مجتمعها ووطنها. رعاة وداعمين يقدمون لمهرجان السلامة جوائز عينية، فنشكرهم جزيل الشكر. وما هو هذا التكريم إلا دليل شكر على حرصهم على المشاركة والمساهمة. هنا درع يقدم لمن ينوب عن السيد سعيد بن راشد الزعبي الذي قدم أيضا سيارة لهذا المهرجان، وهنا سالم بن حمد بن بريكان الذي كان مرافقا للشيخ حمد بن جاسم في علاجه في الخارج وقدم أيضا جوائز عينية لمهرجان السلامة. يتواصل التكريم من رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، وهنا يستلم السيد حسين بن محمد أبا السيقان هذه الهدية نيابة عن السيد مظفر بن محمد بن خموشة العامري الذي شاركنا بهذا الدعم الكبير، فشكرا للعملاق العيناوي على دعمه للمهرجان. شكرا لكل من حضر، شكرا لكل من جاء كمشاركا أو كمتابعا أو كمهنئا بمناسبة عودة رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، فجميعنا نكن
له جزيل الشكر والعرفان. هنا تكريم للسيد رياض بن ثامر السعدون من قدم طموح في شوط النصف مليون ريال، وأيضا السيد صالح بن محمد اليامي من قادت طموحاته طموح لتحقق اللقب في شوط ملتهب وشوط رئيسي استمتعنا بمتابعته والتعليق عليه. تكريم أيضا من حقق شوط الزمول بن هيان مالك صوغان الفائز بالشوط الرابع، عبد الله بن حمد بن هيان العامري، وأيضا نهنئ من فازوا بالأشواط الأربعة: طموح لصالح بن محمد اليامي الباز، تركي بن سعيد بن تركي البحيح المري، وناصية لمحمد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري، وهنا محمد بن علي بوشارب المري يستلم أيضا هدية تذكارية، كما لا يفوتنا تهنئته بمناسبة فوز الجذاب، ويستلم بوشارب هذه الهدية نيابة عن مالك الباز تركي بن سعيد بن تركي ألف هيدان المري. وتكريم أيضا للفائزين والداعمين لمهرجان السلامة، لقطة جماعية تذكارية للذين ساهموا في هذا المهرجان بإنجاحه من خلال حرصهم على تقديم شيء في هذا المهرجان بمناسبة عودة رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني رئيس اللجنة المنظمة للسباقات. شكرا.